What's your name? You hear me? What's your name? My name is Faisal. I speak English. Do you think you can start today? Why not? Yes. Faisal Goes West was shot on a shoestring budget, just $17,000. The filmmaker Bentley Brown used a relatively new online concept called Kickstarter to get it. Now, anyone can support a creative project there, but projects like Faisal Goes West have to be fully funded or no money actually changes hands. The man who made the movie is a young American who grew up in Chad. Backstory producer Nadia talked to Bentley Brown, his associate producer and one of the movie's stars, about making the film in Dallas, Texas. مرحبا بكم ونحن سعيدين نلاقيكم من الولايات المتحدة الأمريكية من ولاية تكساس مدينة دالاس. حنلاقي الليلة واحد من الشباب الأمريكان أمريكي الجنسية والميلاد طبعا، وهو كاتب ومخرج سينمائي معروف، أخونا بن، ونحن سعيدين نلاقيه وندردش معاه. ما يميزه إنسان أصيل، إنسان طيب، إنسان شهم، إنسان كريم، يتحدث العربي بطلاقة. خلانا نحن ذاتنا عشان عربينا ذاته ضعيف نجيب ديكشنري حق العربي وبين يتكلم عربي ونحن نراجع بالديكشنري ويتكلم عربي ونحن نراجع بالديكشنري عشان ما تفوتنا كلمات. ومرات يمشي بين الغرب بالكلام، مرات يمشي بين الشريك، مرات يجينا في الوسط بكل اللهجات يتكلم معنا. قال لنا شنو يتكلمنا عن شنو ويتو ونحن نمشي نقعد مع عبيد. من لكم مشاهدة طيب، مرحبا بكم. نحن سعيدين نلاقيكم من الولايات المتحدة الأمريكية، وزي ما قلنا لكم نحن في ولاية تكساس في مدينة دالاس، وسعيدين أن يكون معنا مخرج وكاتب أمريكي كبير. وين اللي هو انت؟ كويس. واصل اخونا بن، وهو طبعا يا اخواننا المفاجأة وين؟ مش يقول لك الحوار الصبك شيخه، وزول يعني سبقنا في اللهجة وسبقنا في الكلام واللغة العربية. أنا داير أعرف أول حاجة، يعني يا ريت نرحب بيك وترحب بالمشاهدين، دايرين نعرفك أنت منو ومن وين وكذا. اللحظة بس، ست الشاي دي وين عليك الله؟ لا والله كبت حبهان كثيرة يا والله، ما بيشرب ترى. كبت لك حبهان في الشاي؟ أي والله. هو بكم الشاي؟ الشاي بجنيهين. بجنيهين؟ قال لي سكر غالي وشنو؟ كلامه كثير اصلا. مرحب، اسمي بنتلي براون زي ما قال الاخ الاستاذ محمد موسى، وانا سعيد جدا الاقي محمد لانه سميت بيه من زمان في مدينه صغيره اسمها انجمينا اللي هي عاصمه جمهوريه تشاد. نعم. اتربيت هناك. انا من دالاس، من المدينه دي اصلا، المدينه ورانا ديك. مولود هنا، مولود هنا في الحلة دي. كويس. كنت في أمريكا 10-11 سنة. كويس. ومشيت مع أهلي تشاد لأنه أبوي كان شغال هناك دكتور مع منظمة إنسانية كده. كويس. فأمي يعني مهندسة. يعني مرتبين أنتوا الدكتور كده، أبوك دكتور ومرتبين كده. والله يعني كده، لكن قميت في تشاد يعني. قميت في بلد فيها تعب كتير بجد يعني، و عدم الفرص وحاجات دي. توا قمين هناك، جيت امريكا للجامعه، وبعد الجامعه بعد ما خرجتها مشيت اشتغلت في لبنان، وبعد لبنان في السودان سنتين في السودان. كنت وين في السودان؟ كنت في حتات متعدده، فبديت في الخرطوم طبعا، وصلت الخرطوم وطالع الخرطوم. استغربت لانه في الخرطوم كان فيها كهرباء ومويه وحاجات سمحه اصلا ما نجي لها في تشاد. بعد الخرطوم
لفيت كثير، مشيت كسلا، كنت في الدمازين فترة طويلة، في كادوغلي بدون كردوفان، أبو بيض. أهلك أصلاً في كسلا ولا في كادوغلي ولا من وين أنت؟ الأهل في السودان أصلاً من وين؟ لا رشايدة الشرق. الرشايدة. طيب ولفيت تاني، مشيت كردوفان. لفيت كثيرة، لفيت تقريباً 10 ولاية في السودان، ويوم ده طبعاً كان قبال الانتصال. نعم. دو مشيت ده كنت شغال أكتر حاجة في الولايات بين الجنوب والشمال، يعني في النيل الأزرق وفي جنوب كردوفان. طيب أنا داير أعرف، أنا عرفتك زي ما قدمتك في الأول إنك أنت أصلاً كاتب ومخرج سينمائي. الحاجة دي بدأت عندك متين؟ قرايتك في الجامعة هي نفس القراية الحاجة اللي أنت شغال بها؟ لا، سؤال مظبوط. أنا في الجامعة قريت حاجة مختلفة خالص، قريت العلوم يعني العلوم السياسية وعلاقات دولية، حاجات عندها علاقة مع الشؤون الدولية. نعم. الفيلم أنا بديت في تشاد، يعني التصوير ده بديت أنا كان عمري زي 16-17 سنة مع الشباب اللي تربيت معاهم هنا، كنا نلعب وكنا نعمل ونسوي كل شيء مع بعض، يعني فلعبنا كرة سوا، لعبنا كرة السلة وكرة الطائرة وكرة المعارف وشنو، وبعد الكورة دي انتقدنا للفنون، فبدينا في أول إذاعة FM للراديو في الحلة، كنا في حلة صغيرة جدا يعني اسمها آتيا في منطقة البطحة، نهر يجي من السودان الفكرة. نعم. فمسمى للنهر يعني. ففي المدينة دي لاحظنا إن أي شيء يعني مهما كان أنت إمكانياتك كل هنا، أنت ممكن تحقق حاجات كثيرة. فحتى في السودان لاحظت نفس الشيء، انه انت عندك اي جهاز تسجل بيها اما صوت او صوره فيديو ممكن تخرج فيلم. فكان عندنا شباب هناك شغالين اصلا في المسرح، يعني انت مثلا عندك عرس ولا عندك حفله بيجوا بيسوي لك مسرح في حاجات يعني كوميديا ترفيه، زي شغل الفرق اللي عندنا، سكتشات، نكته، نفس مونولوج، نفس الفكره دي. فاخذنا نفس الممثلين للمسرح ديل وعملنا معاهم افلام كويس. وطبعا الافلام في البدايه زي ما قلت لك، انا كنت صغير وكنت مش المخرج الوحيد، كان معي صاحبي اسمه ابو بكر، اسم تشادي كده. فابو بكر ده زول منفتح مره واحد، زول يعني في تشاد نقوله زي الشيطان كده، راسه يعني في كل شيء شفته. فمن بدري بكر عرف ان الناس الشباب اللي معانا بقدر بمثلوا بصوره ممتازه جدا، وحتى الناس اللي اصلا ما عندهم خبره، معلش هم اصلا مش خبراء فنيين مثلا في المسرح او الفيلم او الحاجات دي، بكر كان عنده لهم امل حقيقي انه يقدروا يعملوا افلام كويسه. وبدينا كده هم عندهم الموهبه، لكن بس يكونوا ما دارسين او ما كده، يعني كده الواحد بي ممكن تنمي موهبته وكده. ونحن كلنا بدينا زي ده. انا زي ما قلت لك يعني قريت الفيلم والتصوير شويه في الجامعه، لكن بديت قبل الجامعه بسنين يعني. نعم. ثاني جيت قريت فنون التصوير، كتاب السيناريو، النقد في الافلام ذاته بيساعدك في فتعرف الحياه الكويسه وبتنفع في الافلام شنو. طيب عملت انتاجك، بديت تنتج متين؟ في تشات و2004 2005 حاجه يعني قبل ما نجي امريكا للجامعه. طيب بدينا بفيلم صغير كده، دراما عن موضوع السيدة الايدز. نعم. مرض الايدز، وكان دراما فيكشن لكن اتكلم ناقش موضوع الايدز، وهل المرض ده هو شيء زي ما نقوله في تياد النصارى خلقوه، يعني معناها جاي من الخواجات عشان بكروا ناس السود وكده، ولا هو هل مرض حقيقي. فده الفيلم الاول. بعد الفيلم ده عملنا فيلم اسمه الدبش جاي ورا ده معناه شنو؟ انه حتى يعني خاصه في الحله اللي كنا فيها آتيا دي، هي ممكن تعتبر اخر مدينه وانت يعني في تشاد، وانت قاطع الصحراء عشان تمشي ليبيا. تو عندنا حتى في آتيا في حارات وفي مناطق كده الناس اصولهم ليبيا تشاديه كده، وفي ناس اللي بمشوا ليبيا وبجي السودان، يعني الحدود المشتركه، قبائل مشتركه بين بالضبط كده. ايوه مثل ده. تو
الدبش جاي ورا ده عالج موضوع الهجرة لأسباب اقتصادية وتجارية. نفس الشيء اللي انت احتمال لقيته هنا في امريكا. نعم. السودانيين البجو يعني مهما ال 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 السبب المذكور مثلا في الهجره وهنا انهم جايين لاجئين ولا جايين سياسيا ولا جايين جرين كارد ولا هنا يجوا لشنو؟ عشان سامين بامريكا دي الحياه فيها احسن والقروش راكده وما عارف وتمشي ترتاح. فنفس الفكره كانت في تشاد بالنسبه لي الهجره لليبيا. لليبيا خلاص. في الفيلم خلال الفيلم الممثل يمشي ليبيا ويجي ايدينا يابسه ما عنده شيء. توا الناس يسألوا منا انت مشيت هناك ودر قروشك كيف يعني ما شايفينك مشيت خدام وماشي اصلا بديون من اهلك وكده. قول لهم والله لا 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 عندي بضاعات عندي حاجات كثيره لميتها غادي واشتغلت شغل رسمي والحاجات بضاعات دي كلها جايه في سكه. وقول لهم الدبش جاي يا شباب الدبش جاي ورا بس تشوفوا خلاص. شهر يفوت شهرين ثلاث شهور ما عندي شيء. في الاخر ابوه بيساعده في الزواج والحاجات دي ولسه قايل انه عنده بضاعات الدبش جاي ورا لسه الدبش ما جاء. وقول الناس في الحدود اكلوه جماري وما عارف. لو ده الفيلم الثاني. الفيلم الثاني ده لان فيه كوميدي وفيه تمثيل زي ما قلت لك يعني تمثيل كويس جدا حتى من الناس اللي اصلا ما عندهم خبره في التمثيل. نعم. الفيلم ده مش بعيد سرقوه في نيجيريا نسخوه وعزوه في افريقيا الوسطى كلها يعني تشاد وكاميرون وهنا. فالناس اللي مثلوا في الفيلم بيجوا خلاص معروفين في البلد. مين جميل اللي بشي بعرفهم يا فلان اسامي شنو في الفيلم ذاك نسيت. بكر معاك لسه في الفكره؟ بكر كان معانا في تشاد لسه في لا في الفيلم الثاني برضه كان مشارك. الفيلم اللي بعده الفيلم اللي بعده كان الكاتب هو اسمه كابتن ماجد. كابتن ماجد ده زي المسلسل الياباني بتاع الكوره ده عن واحد شاب تشادي بحلم بانه يلعب كوره عالميا في دوري اوروبا الابطال وكده. فيمشي يلعب مثلا في اسبانيا وهنا. وتلاحظ انه في تشاد ممكن تقول مثل في السودان ان الفريق يعني المنتخب القومي ضعيف جدا في تشاد يعني زي المافي كويس. لكن الناس كلهم بيتعبوا الكوره يعني. انت كان جاك ان شاء الله كلاسيكو بتاع ريال مدريد وبرشلونه تلقى المقاهي والحتات والاحياء والناس يزول عنده تلفزيون بيقعدوا معه يا اخي اوين بزخرن وبزخردن ومعهم عيالهم بيلعبوا في الشارع لعي جول وهنا حركه كثير يعني. ف ده الموضوع بتاع كابتن ماجد انه واحد بيكون في هله صغيره جدا في تشاد في الصحراء وشنو ويحلم بانه يمشي يلعب كره في اوروبا. والشيء اللي بيخليه بيحقق الحلم ده المخدرات اللي بيسموه بانجا في تشاد بانجو يعني عندكم في السودان. نعم. يعني ما وحاجات دواء كده ثاني يعني يعني انه يتاجر عشان يحصل قروش. والله حلم عام يعني ده حلم الشباب. لا عشان تلعب في اوروبا يعني عشان يمرق من تشاد اصلا. أيوة. عشان يمرق من تشاد دي الفكره. فالفيلم كابتن ماجد ده ما شاء الله نجح في كم مهرجان دولي بدا في كندا وجاء اوروبا وشارك في مهرجان في افريقيا في يوغندا مثلا. وابكر نفسه موجود في كندا الان وللاسف الشديد ما قدر شارك في فيصل جوز ويست فيصل حجي غريب اللي هو اخر فيلم اخرجناه. وزارة الصحة الاتحادية البرنامج القومي لمكافحة المجال.